مرحبا، اليوم بدنا نحكي عن نظرية الأوتار الفائقة Super String Theory. بس أول إشي خلينا نتذكر أهم النقاط اللي حكينا عنها في حلقة النموذج القياسي، وإذا لسه ما شفت هذيك الحلقة ضروري تشوفها بعدين ارجع وشوف هاي. Guys, this is my mom's YouTube channel and you have to subscribe her. She makes awesome videos. Welcome back. حكينا إنه النموذج القياسي أو الستاندرد موديل بوصف لنا كيف الجسيمات أو وحدات البناء الأولية بتشكلنا الكون، وكيف بتتعامل مع بعض باستخدام جسيمات اسمها نواقل القوى. حكينا كمان عن جسيم افتراضي توقع العلماء وجوده واللي هو الجرافيتون، وانه هذا الجسيم هو الناقل لقوة الجاذبية. طيب على فكرة الجاذبية طول عمرها مغضوب عليها من العلماء لانه وقفوا عاجزين امام هاي القوة العجيبة. بلشت القصة مع الفيلسوف الباكي هرقليطس من اولها عياط عام 500 قبل الميلاد. اجى حكى لهم يا جماعه العالم بيتحرك بتناغم، وقصده في التناغم انه في اشي بضبط حركه الاشياء زي المايسترو اللي بضبط الاوركسترا. بعدها بفتره قصيره قال الفيلسوف ارسطو انه لا يمكن ان تكون الحركه موجوده بدون مسبب، وكان قصده عن الاجسام الساقطه باتجاه الارض. بالقرن الثالث قبل الميلاد اجى الملك هيرو على ارخميدس حكى له اسمع المجوهرات تبعي هذا انا مش مطمن له، حاسه نصاب وبغش الذهب بشيء ثاني، حل لي الموضوع، اعرف لي اذا هذا ذهب صافي ولا لا. اكيد اكيد اوكي فهمت عليك، فهمت يعني بدنا نشيك بس اصلي ولا مش تمام. مع السلامة. اهلين، مع السلامة سيدنا، مع السلامة. بعدها على طول طبعا صارت نوبة هلع ارخميدس. بعدها راح يروق اعصابه بالبانيو، قعد بالبانيو طلعت المي لبرا فصرخ بصوت عالي يوريكا، لانه اكتشف انه فقط لازم يعرف كثافه الذهب ويجي يحط هاي القطعه بالمي. اذا قذفت لبرا كميه من المي بتطابق التوقعات حسب كثافه الذهب بيطلع ذهب اصلي وما في مشاكل. ارخميدس رفع راس الملك قدام الرومان، ولكن هذا الاكتشاف خلاه كمان يقدر يعرف مركز الكتله للاجسام الغير منتظمه. ومع انه اكتشافه كان صح لكن برضه ما فسر ما هي الجاذبية. الرومان حكوا اللي عندهم ورموا المايكروفون لمين؟ للعرب. أجا يوحنا النحوي طور على فكرة أرسطو وحكى إنه استمرار الحركة بيعتمد على استمرار وجود القوة المسببة للحركة، وإنه هاي القوة بتتضاءل وبتختفي مع الوقت. ابن سينا عمل له ريتويت، وتوقع كمان إنه مبدأ المقذوفات بتطبق كمان في الفراغ. بنلاحظ إنه لحد هلأ ولا واحد من العلماء فسر الجاذبية أو ذكر قانون مثلاً. لكن قبل ما نحكي عن بطل حلقتنا لليلي بدي اياكم تكملوا القصة التاريخية للإنسان مع الجاذبية بالقراءة عن غاليليو وليناردو دافنشي وابن ملكة البغدادي وكيبلر، وتستمتعوا في عبقريتهم وتستمدوا الإلهام منهم. فاست فورورد للقرن السابع عشر، تحت ظل القمر كان يجلس صديقنا في أمان وسلام وفكر مش لو يوقع القمر علي هسه ويريحني من هالعذاب السرمدي. طب ليش القمر ما بوقع؟ سأل نيوتن. لملم أزمته الوجودية وراح قعد يقرأ في كل إشي كتب في الحياة عن بقاء قمرنا في مداره. أجا نيوتن لقى معادلة مقترحة لعالم اسمه روبرت هوك، بيحكي فيها روبرت عن قوة جاذبية بتتناسب مع قانون التربيع العكسي. شو يعني؟ يعني أي كمية فيزيائية بتتناسب بشكل عكسي مع مربع المسافة تبع مصدر هاي الكمية. مثلا جيب بالون وارسم عليه في خيالك دائرة لنفرض قطرها 4 سنتيمتر، بعدين ارسم على البالون جوا هاي الدائرة نقط لنفرض 30 نقطة، بعدين انفخ البالون. ايش رح تلاحظ؟ رح تلاحظ انه عدد النقاط الموجودة في الدائرة الأصلية اللي قطرها 4 سنتيمتر قل كثير. المهم فأجا نيوتن طبق قانون التربيع العكسي هاد، بس ضاف عليه نقطة مهمة جدا واللي هي انه القوة بتتأثر طرديا بكتلات الأجسام اللي بتأثر على بعض، والموضوع منطقي. يعني كل ما زادت الكتلة رح يزيد معاها قوة الجذب اللي بتعملها على الأجسام الثانية. نيوتن أنقذنا، بطل. إذا بدنا نحكي عن نيوتن بدنا 6 أشهر. هلأ نيوتن أعطانا قانون الجاذبية اللي هلأ بنستخدمه، بس برضو الموضوع مش كافي لأنه صح خلانا نقدر نحسب الجاذبية بدقة بس ما حكالنا شو سببها، كيف بتصير، شو هي هاي القوة العجيبة. مرة تانية سكت العلماء عن محاولة تفسير الجاذبية ورضيوا بقانون نيوتن لفترة، لحد ما مين أجا؟ لحد ما أجا ملك الأناقة ألبرت أينشتاين للوجود. راح حكالهم يا ناس الحلال شايفين الفضاء؟ الفضاء هذا بتكون من إشي اسمه نسيج الزمكان. كيف مثلا السمك بيعيش بالمي فبتعتبر انه المي هي وسط الحياة الخاص بالسمكة،
قوة الجاذبية كمان تحتاج وسط حياة عشان تتكون فيه، وهذا الوسط هو نسيج الزمكان. وجود الكتلة في النسيج بيعمل تشوه أو انحناء فيه، وهذا الانحناء بيأثر على الكتل الثانية الموجودة، وهيك بيكون قانون نيوتن للجاذبية صح، لأنه كل ما زادت الكتلة رح تعمل تشوه أكبر بالزمكان، وبالتالي قوة متبادلة أكتر. أنا عارف أني حكيت كلمة زمكان في الفيديوهات اللي قبل أكتر من السمك كله اللي في السماء، لكن صراحة أبو هانس يستاهل. بالحلقة الماضية حكينا أنه الستاندرد موديل وصف آلية عمل القوة أنها بتصير عن طريق النواقل أو الجسيمات الناقلة للطاقة، وحكينا كمان أنه العلماء لقوا النواقل لثلاث قوة معروفة اللي هم النووية القوية، النووية الضعيفة، والكهرومغناطيسية. لكن أجوا وقفوا على باب الجاذبية لقوه مسكر، ومتوقعين إنه جوا الغرفة في ناقل للجاذبية اسمه جسيم الجرافيتون، لحد ما ظهرت نظرية جديدة اللي هي نظرية الأوتار الفائقة، واللي بتحاول تفسر كل القوى، مش بس ثلاثة منهم والجاذبية نرميها برا. بس قبل ما نقدر نضرب على الوتر ونفهم نظرية الوتر، في أشياء لازم نفهمها أول. يا ترى إيش هو شكل هاي الجسيمات الأولية اللي بتكون مكونات الذرة؟ كيف شكلها يعني؟ هلأ عشان تشوف هيك إشي لازم يجي فوتون يضرب بهذا الجسيم ويرتد عنه وين؟ على عينك، فبتشوفه. بس هاي الأجسام الأولية اللي عم نحكي عنها أصغر بكتير من أنه يضرب فيها فوتون ويرتد عنها، وحتى لو زدنا طاقة الفوتون مثلاً لدرجة أنه نجبره أنه يخبط بالجسيم، الفوتون رح يكون عنده قوة كافية أنه يبعد الجسيم عن مكانه بس، لكن ما رح يرتد عنه، فما رح نستفيد إشي. فأجا علم ميكانيكا الكم عاد حكالك يا أخي يمكن إحنا عم نطلع على الجسيم بطريقة غبية، أنه لازم يكون جسيم محدد وإله شكل، يمكن لازم نغير مفهومنا، يمكن لازم نعتبره غيمة من الاحتمالات اللي ممكن تكون موجودة في مكان ما. يعني حتى لما يرسموا شكل الإلكترون بيرسموه على شكل غيمة من الاحتمالات، ولأنه موضوع الغيمة معقد كتير حكوا العلماء خلص خلينا نعتمد أنه أشكال الأجسام هاي عبارة عن نقاط، نقطة، بلوب، أنت لك نقطة، أنت معك نقطة، كن أنت النقطة. بعدين نطينا من اعتبارهم نقاط لاعتبارهم أوتار. أها، وليش نطينا من نقاط لأوتار؟ The devil is in the details. هلأ النقطة مش كتير بتحمل مزايا زي الوتر، الوتر مثلا بتذبذب، يعني ممكن يحمل موجة، وهاي الموجة هي طاقة بالآخر، والتردد والطاقة وسعة الموجة هاي كلها خصائص لاحظوا العلماء إنها بتشبه خصائص الجسيمات المعروفة. يعني افتراض إنه الجسيم وتر يمكن يكون أدق من إنه نقطة مثلا بالكتلة. شو يعني كتلة؟ يعني ممانعة الجسم للشد، بتحاول تجره ما بيجرش. لنفترض إنه الجسيم أصله وتر، وهذا الوتر مشدود، والشد برضو معناه ممانعة الجسم للحركة، بمعنى آخر طول الوتر وكمية الشد اللي موجودة عليه هي اللي بتحدد كتلته. أما الإشي الثاني فهو إنه خصائص الجسيمات هاي بتعتمد على تعقيد الذبذبات تبعت الوتر. مثلاً جيب جيتار وطبلة واعزف عليهم، رح تقدر تميز الطبلة من صوتها، يعني تعقيد الذبذبة أو خصائص الموجة هي اللي دلتك على شو؟ على مصدرها. حلو، وهذا الإشي نفسه بدل العلماء على نوع الجسيم الأولي اللي بتعاملوا معه بنفس الطريقة، كأنهم اكتشفوا أو استدلوا على الإشي اللي رح يجاوب على كل أسئلتنا ويفسر كل إشي بالكون. طب هاي الأوتار إيش هي؟ من شو معمولة مثلاً؟ من شو بتتكون؟ العلماء بيقولوا أنها عبارة عن طاقة نقية أو تغيرات في طبوغرافية الوجود. كيف هاي عاد بدنا نفهمها؟ يمكن ما بنقدر نفهمها لأنه العلماء بيقولوا إنه هذا السؤال ما إله معنى، لأنه هاي الأوتار هي وحدة البناء الأساسية، يعني ما بتتكون من إشي وإلا بتبطل أساسية. طيب خلاص وتر وتر اللي هو إيش بيعملوا هدول الأوتار؟ هلأ من الواضح إنهم بتذبذبوا، كمان ممكن ينقسموا ويصيروا اثنين، أو يندمجوا ويصيروا واحد، ممكن ينمطوا أو يتقلصوا، يعني بيقدروا يكونوا أشياء مختلفة كتير عن الأشياء اللي كانوها بالأصل. كل ذبذبة مختلفة للوتر بتحدد ماهيته، هذا شو رح يكون؟ زي مبدأ كيف الذرات نفسها بتعمل عناصر مختلفة. هلأ بدنا نبلش بالجزء الصعب. افرض مثلاً يعني إنك حطيت دبوس على طاولة وبعدت شوي عن الدبوس، إيش رح تلاحظ؟ رح تلاحظ إنه الدبوس صار نقطة، يعني وكأنه مكون من بعد واحد بس. هلأ شو تعمل؟ ارجع قرب على الدبوس وأصفن فيه، رح تلاحظ إنه صار فيه ثلاث أبعاد، طول وعرض وارتفاع، والصفنة اللي صفنتها فيه استغرقت وقت صح؟
يعني بتضيف لك كمان بعد رابع زمني. شايف الأبعاد الكتيرة هاي اللي أنت ما كنت منتبه لها بالأول؟ الوتر الملعون متبع لها على التكة حتى إنه بتذبذب فيها. لكن لازم تضيف شغلة زيادة، بدك تضيف على الثلاث أبعاد المكانية الأولى هاي تاعتنا كمان ست أبعاد. كمان ست أبعاد يا أخي، صعب الواحد يتخيل بعدين ثلاثة، كيف بدنا نتخيلهم هدول؟ هلأ ما رح نقدر نتخيلهم، ليش؟ لأنه لو جيب مثلاً رسوم متحركة داخل الكمبيوتر، يعني شخصيات تقدر تعتبرها ثنائية الأبعاد وتحط لها وعي، هاي الرسوم رح تعجز عن فهم البعد الثالث اللي إحنا عايشين فيه ونفهمه. ليش؟ لأنه بكل بساطة هي ما بتتعامل معاه بتجربتها اليومية. حلو، المهم طب لشو هاي الأبعاد كلها ثلاثة وستة زيادة وبعد الزمن؟ إيش بنعمل فيهم؟ ليش موجودين؟ لأنه يا عزيزي الرياضيات تبعت هاي النظرية بتصير صح فقط في وجود هاي الأبعاد الإضافية بس. وزي ما تعلمنا في كل النظريات اللي قبل إنه الرياضيات ما بتكذب ودائماً بتثبت حالها إنها صح، فيعني maybe we should suck it up ونتقبل الواقع. بس في شغلة مهمة بنظرية الأوتار الفائقة، وهي كيف يعني بتقدم حل للاختلاف الكبير بين الجاذبية والقوة الثانية. طيب النظرية بتفترض وجود جسيم ناقل لقوة الجاذبية زيها زي إخواتها الباقيين اللي هو مين؟ الجرافيتون. بس الفرق إنه هدول القوة الثلاثة الجسيمات الناقلة تبعتهم أوتارهم مشبوكين طرفينهم بالكون، بينما الجرافيتون سفير الجاذبية وتره من طرف واحد بس مشبوك بالكون تبعنا، والطرف الثاني أبصر بسبح في أي كون موازي ولا أبصر وين موجود. عشان هيك يمكن القوة الجاذبية أضعف بكتير مقارنة بإخواتها القوة الثانية. طيب كلام جميل جدا، جيبوا عاد النظرية الرهيبة هاي تجاوب لنا على كل أسئلتنا بما إنها نظرية كل شيء. برضو مش بهاي السرعة، المشكلة إنه هاي النظرية تقريبا يعني يستحيل اختبارها وإثباتها على الأقل في علمنا الحالي. ليش؟ لأنه هذا الوتر اللي عم نحكي عنه صغير كتير 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 صغير، بحجم طول بلانك. كيف يعني بحجم طول بلانك؟ يعني إذا بدك تتخيل إنه الذرة بحجم الكون المرئي كله، بيكون الوتر عبارة عن شجرة على الأرض. عشان هيك ما بنقدر نختبر هاي النظرية لحد الآن لدرجة إنه العلماء ما بأخدوها جد، بس عباس بن فرناس أولها ما حدا كمان أخده جد. مش بس هيك، دراسة واختبار نظرية الأوتار الفائقة صعب جداً، لأنه تخيلوا معاي الآتي. مثلاً بدنا نجيب قطع ليجو ونعمل منهم ثلاث مجسمات، كل مجسم عليه شكل مستوى ديكارتي في ثلاث محاور اكس واي زي، يعني تسع ابعاد. هاي قطع الليجو عاد اللي بتكون المجسمات، كل واحدة منها بتكون كون بحاله. طب حلو، لقولنا عاد القطعة اللي بتمثل الكون تبعنا وخلينا نعرف كل اشي عن كل اشي بنظرية كل اشي. بس كمان مرة الموضوع مش بهاي البساطة، لأنه عدد قطع الليجو اللي استدلت عليها الرياضيات النظرية لحد اليوم هو 10 مرفوع للقوة 500 قطعة. والمشكلة الأكبر هو أنه حتى لو قدرنا أنه نلاقي القطعة اللي بتشكل كوننا، ما رح نعرف أنه منهم هي الخاصة بكوننا إحنا ولا بكون تاني ولا بأي كون فيهم. وهذا الرقم كتير كبير كتير كتير كبير. تعالوا نحاول نتصوره مع بعض. جيب لوح شطرنج وأول يوم حط أمحة في أول مربع، تاني يوم حط أمحتين، اليوم الثالث حط 4 أمحات، الرابع حط 8، الخامس حط 16، باليوم 30 بتوصل لأكثر من مليون أمحة وبيكون الرقم 2 قوة 30. فلك أن تتخيل إحباط العلماء في استحالة العثور على الإجابة عن طريق نظرية الأوتار الفائقة. لكن بيرجحوا إنه يا جماعة الإجابة موجودة في النظرية بطريقة ما، بس إحنا مش عارفين نلاقيها. أما الإشي الثاني فهو جمال نظرية الأوتار العجيب، وكأنها آلة موسيقية أول مرة بتسمعها، عم تعزف مقطوعة أول مرة بتسمعها، وهاي المقطوعة توصف الكون. إذا بتحبوا المحتوى اللي بعمله وحابين تساعدوني بتقدروا تدعموني على باتريون. كمان على باتريون كل شهر رح نعمل لايف سيشن نتناقش فيها مع بعض إحنا الباترونز بأشياء لها علاقة بالعلم بالحياة، يعني ندردش. إذا مهتمين بالموضوع رابط الباتريون بتلاقوه بصندوق الوصف. سلام. طيب فيش داعي نحكي موضوع القناة وإنه لازم تعمل سبسكرايب وتخلي جرس يرن إلى آخره، بس صراحة لازم أذكرك أو أذكرك إنك تشوف أو تشوفي الفيديوهات التانية. يا أخي اسرحي بخيالك.